نظمت جمعية المحامين البحرينية بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري ندوة بعنوان الأحكام المستحدثة للتنظيم العقاري في مملكة البحرين، وذلك بحضور سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري. وقد حضر الندوة عدد من المسؤولين الحكوميين والمحامين والمهتمين بقطاع سجل المطورين والتزامات وواجبات المطورين في القطاع العقاري. لتبادل الخبرات والنقاش عن التشريعات المرتبطة بالقطاع العقاري ومشاركة المتعاملين فيه من أصحاب الاختصاص في الشؤون القانونية، نظمت جمعية المحامين البحرينية بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري ندوة بعنوان الأحكام المستحدثة للتنظيم العقاري في مملكة البحرين. وتطرقت الندوة للعديد من المواضيع التي تتعلق عن اتحادات الملاك ومدونة القواعد السلوكية لمزاولي المهن العقارية والتفتيش والتحقيق والمساءلة في أعمال التطوير العقاري والتدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. الدور الرئيسي طبعا المؤسسة انها تخلق بيئة عقارية آمنة حق الجميع، وطبعا لازم احنا نصدر التشريعات اللازمة بحيث ان نحمي المتعاملين اللي هو مرخص لهم والمتعاملين اللي هو عبارة اللي يشترون في القطاع العقاري. طبعا مشاركاتنا اليوم في هذه الندوة بهدف مناقشة قانون تنظيم القطاع العقاري مع اصحاب الخبرة في المجال القانوني بالإضافة الى اصحاب الخبرة في المجال الفني والمالي. واجب جمعية المحامين ان هي تلقي الضوء على أهم القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت لتنظيم قطاع التنظيم التطوير العقاري في مملكة البحرين، من ضمنها البيع على الخريطة والمشاكل التي واجهت المشترين. وشكلت هذه الندوة أهمية قصوى للمؤسسة للعمل بشكل دائم ومستمر بدراسة ومراجعة القرارات التنفيذية لمواكبة التغيرات في القطاع العقاري. كان المحور اللي تكلمت عنه يتعلق بالتطوير العقاري، والتطوير العقاري بمفهومه البسيط اللي هو أحكام البيع على الخريطة، وهذا من الموضوعات المهمة جدا اللي تمس شريحة كبيرة من المتعاملين في القطاع العقاري. فحضورنا هذه الندوة يعطينا المعلومة الصحيحة من حيث قانون التنظيم العقاري والمشاريع المتطورة أو تطوير المشاريع والمشاريع المتعثرة، بتعطينا فكرة عامة عن المواضيع هذه التي لم يسبق لنا التعرف عليها. وتلعب مؤسسة التنظيم العقاري دورا رئيسا في تحقيق دورها المحوري من خلال بناء أسس قوية من القوانين واللوائح التشريعية بهدف توفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة تسهم في حماية حقوق أصحاب المصلحة في البيئة الاقتصادية. جاءت هذه الندوة للتعريف بالدور الكبير والجوهري حول الأحكام المستحدثة للتنظيم العقاري في مملكة البحرين لتحقيق نمو مستدام وعامل الرئيس للقطاعات الاقتصادية الأخرى. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.